ورجعت لكم تاني يا حبايبي. انا كده كده عملت الورق اهو، خلصت الورق اهو، لزقته كله على المدرسة اهو، لزقته كله اهو، وعملت هنا حتة كرتونة كده عشان فوق هنا، فوق هنا لو انتم شايفينها، علشان اعمل عليها اسم ايه، مدرسة، اقول مدرسة. وحتة ورقة صغيرة كده عملتها ايه، ساعة اللي بتبقى دايما تحت تحت اليافطة كده، موجود الساعة. ولزقت الورق كله كله، وعملت هنا حتة كرتونة كده بالعرض، وحتة كرتونة كده برضو تحت، وهنا وبرضو كده اهي، علشان اعمل هنا السلالم، تبقى دي اول بسطة تسلمها يعني، تبقى دي اول بسطة كده. هعمل بقى هنا ببان الفصول، وهعمل معاكم دلوقتي. الوقت هنعمل ايه؟ هنعمل السلالم اللي هي بتبقى طالعه على ال على وانتوا طالع يعني، اللي طالعه على الفصول هنا اهي. هي كرتونه عاديه خالص اهي، بس بنشيل دي بس، احنا كده مش عايزين اكتر من كده، دي كبيره قوي كمان. المفروض احنا هنحط هنا سلم، وهنحط هنا كمان سلم، عشان هيبقى هنا الباب، باب الفصل، وهنا باب الفصل. فاحنا ايه، احنا مش هناخد يعني كتير، يعني هيبقى إيه، سلم صغنن كده. هنعمله ازاي؟ انا هعمله هنا عشان تشوفوه كده. انتوا عارفين، فاكرين زمان لما كنا نعمل مروحة بالورق؟ اهو وهنعمل التاني نفس الحكاية كده، هنلزقه بقى على كده، ونعمل له بس كده ايه، حاجة في الجنب اهو، نلزقه بقى على كده، ونيجي في الجنب هنا، ونروح عاملين له زاوية بس بعد ما نلزقه. انا كده هسخن مسدس الشمع عشان يبقى سريع ان احنا نلزقه ونعمله يعني. خلاص انا عملت سلمة اهي، هعمل بقى التانية قدامكم. انا بس ايه، هظبطها، اشوف انا هحطها ازاي اهي. هو المفروض بقى يبقى ده الجزء التاني، لان الفيديو هيبقى طويل قوي كده، مش هيبقى طويل قوي قوي يعني. وانا ممكن اعمل ده جزء تاني. خلاص انا عملت السلمة اهي، وهعمل بقى انا بحطتها وبعلم بقلم كده، وهقوم قصها ولزقها بس اهي. اعملها بقى بالمسدس الشمع. وبعد كده الخطوة الجاية، انا كنت عاملاها بورق، فلازم ادهنه ابيض عشان بقى الالوان اللي انا هحطها يقبل الالوان اللي انا هحطها. بصوا كده، انا خلصت المدرسة اهو، وركبت حتى اليافطة اللي هركب عليها الاسم اهي، دي اليافطة اللي هناك دي، وعملت ورقة صغيرة كده ايه، عملت عليها يعني علامات الساعة، اي حاجة يعني، حتى الارقام مش باينة، بس هي تدي شكل ساعة. بعد انا بخلصت ركبت البتوعتين دول، خلاص انا هبدأ اعمل، هعمل بيبان والشبابيك ازاي. انا هقيس المسافة بتاع الشباك، وهقيس المسافة بتاع الباب على ورقة خارجية خالص، ورقة مقاومة يعني، ورقة قوية يعني، ممكن تكون كرتونة، ممكن تكون حاجة. مثلا الباب، وليكن الباب مثلا طوله كام، طول الباب يعني مثلا 10 سنتي مثلا كده.
خلاص ادي الشباك اهو، وده البان. هنيجي بقى على المبنى نفسه وهنعلم، هنعلم بالورق اللي احنا قصيناه علامات الباب والشباك، وهنلونه اسمر. وبعد ما هنلونه اسمر هقول لكم احنا هنعمل ايه، يعني هنرسم الباب الاول. طبعا احنا عملنا السلم ده، فهنعمل الباب علو السلم بالظبط اهو، وهنقيس بالقلم اهو. انا هرسم البيبان والشبابيك وهرجع لكم تاني. انا كده ايه عملت، علمت البيبان والشبابيك ولونتهم اسود، وسبت بس شباك قدامكم عشان ايه الونه قدامكم. احنا هنمشي كده بطريقه بسيطه خالص، مثبتين ايدنا عشان يبقى في خط مستقيم. عملنا البيبان والشبابيك كده، في لسه خطوه بقى في البيبان والشبابيك. هو كده حاجه سودة كده، نقطه سودة. طب احنا عايزين نبين ان ده باب ولا شباك، نعمل ايه؟ اهو قدامكم في النور اهي. خلاص احنا هنسيبهم ينشفوا على بال ما نجهز الحليات بتاعه البيبان والشبابيك. اه في شويه اسود باين، يعني فاضل. طب نعمل بهم ايه؟ احنا طبعا بنعمل مدرسة في مصر، يبقى هنرسم علم مصر. انا عملت فوق الاحمر، وهعمل من تحت هنا ايه اللي هو الاسود. نظبطها بقى. بس كده. وبالفرشة برضو هي معكوكة اسمر، هنعمل برضو خط هنا كده داير ما يدور عشان علم مصر يعني. كده. ولما نخلص خالص بقى نبقى نعك احمر ونعمل بقى ايه. لما ندرب شوية تاني. اه نسيت اقول لكم، انا حاطة على ده اسمر، اسمر اللي هي الازاز دي، انا متورتها لكم قبل كده كذا مره في عمل. بنحط منها شويه على شويه ورنيش اللي بنفنش بيه، اللي هو الورنيش اللي بنفنش بيه النهايه، اللي هو ده كريستار. بنحط معلقه منه على شويه اسمر وبنلون بيه، هو بيسيح معانا اللون وفي نفس الوقت بيدي لمعه حلوه قوي. بس انا هخلص بقى اللون الاسمر على الناحيه التانيه دي، وهرجع لكم تاني اعمل معاكم البيبان والشبابيك، نفنشهم ونكمل العالم. كده انا خلصت، رسمت علم مصر اهو على العمل، وخلصت رسمت البيبان والشبابيك. وكمان عملت ايه، جبت عصايه شيش تاوك وقطعت ورقه من دي وتنيتها اتنين، يعني عملتها كده كده كده، عملتها اتنين كده ولزقتها بغيرها من هنا، وحطيت فيها عصاية الشيش تاوك، وبرده لونتها علم مصر اهي. هسيبها بس تنشف وهقول لكم بقى انا هعمل ايه في البيبان والشبابيك. طبعا البيبان والشبابيك بيبقى ليها حلق، حلق كده من هنا ومن هنا، وفتحة الباب الشباك من جوه. فانا ايه هقوم جايبه ورقه بيضة زي كده، وهقطع شرايح، شرايح بتاعت نص سنتي مثلا. هعمل لكم الشباك اللي على الطرف ده عشان تشوفوا الطريقة. احنا بناخد مقاس الشباك اهو، مقاس الشباك بالطول، وبنقص الورق. هناخد منها ثلاث اطوال، واحدة في هنا وواحدة هنا وواحدة في النص. عرض الشباك، عرض الشباك اهي، هناخد برضو تلاتة، تبقى اتنين في الجوانب وواحدة في النص. وهوريكم هنعملها ازاي، بالغرة او بمسدس الشمع، وبنلزق
وبعد ما نخلص العمل كله هنورنشه بقى. انا هعمل بقى البيبان والشبابيك بالطريقة دي، وهرجع لكم تاني علشان اوريكم هنعمل ايه في اليافطة وهنعلق الاعلام ازاي. خلاص انا عملت لها البوابة اهو ودهنتها، وناقص ايه بقى؟ ان انا هعملها بمسدس الشامع مثلا، نخليها مفتوحة كده. بتاع المدرسة، بصوا بقى شوف شكل المدرسة اهي، هوريها لكم في الاخر اهي اهي. ماشي عليها ببطء اهي. اعلام، انا عملت الاعلام اهوت في بتاعة شيش تاوك اهي. خلاص انا علقتهم هنا في جنب كده من المدرسة اهو اهو. انا ايه هكتب بقى كلمة اسكول على اليافطة اللي انا عاملاها دي من البوابة اهي. ده اول فصل، وده الفصل الثاني. نلف كده بالراحة، نطلع على يافطة المدرسة والساعة اهي، والعلم اهو، وفي مدرسة تانية هناك اهي عاملاها برضو بتاعت محسن، شفتوها؟ يلا كده بقى انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونوش بقى في السبسكرايب واللايك والشير والكومنتات، يا ولايك لايك لايك لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.